السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. عاودي لنا شنو واقع؟ دابا خويا السيدة اختي مريضة وكتخدم عند الناس وعندها السكرية، ملي جات ليامتنا ديال الصاد حنا ما سحبش لنا جلافة داك الشيء، شي يومين ثلاث ايام بركات كتحك كتلبس داك السبرديله على رجلها شويه مكروزه. ملي جينا دوكا السبيطار الصباح حنايا دخلوها خرجوا لها 4000 ريال تاع الدواء، علقوا لها قرعه السيروم، ضربوا لها الابره، حنا كنتسناو على برا دوك يجي الطبيب دوك يجي. ملي سول داك سيكيريتي قال لي بنتي راه من دابا الطبيب راه سيمانه وما كاينش. قلت له علاش كتقول لي؟ شكون هو الطبيب؟ ما عرفتش شكون هو الطبيب. قال لك ما باش يقول لي شكون هو ديال العدم. ودوكا ملي حنا قاعدين برا كنتسينو جرو عينا قعدوا برا خرجوها لينا، رجلها حاجك خام جديده بالماء وديجه بالقيح ما تقش تشمها. قال لها سير تغدى وجي. واش الطبيب ما جاش اليوم الجمعه وغيجي غدا السبت؟ راه حرام هادشي اللي كيديروا، راه ماشي احنا. ما داروا لها دواء ولا والو. ما دعوا لها دقوا لها علي برا وقلعوا العرق ولا السيروم، هما الشيء اللي داروا ليها. ودابا انا السيده اختي انا فين غادي نديها؟ لا ديتها اليوم غدا يطلع عليها هذاك الشيء اللي يقدر يقطعوا عليها ولا يقدر انا ما فهمتش. عند الناس الداخل ماشي احنا، راه عباد الله بزاف تاع الناس الداخل، واحد راه طايح من الفوق ولا واحد اش داير؟ حشومه كاع طب كاين يوم قايمين السير ديال مراكش ترفع لي تركي ليا، هذا الشيء راه عيب، راه حشومه كاع. راكو كان عاشت في السبيطار خونا شي بلاصه اخرى نديها. هي دابا واش باقا ناعس الداخل ولا فين؟ خرجوها راه لحينا على برا. رجل حاشك ديجا بالقيح من الفوق ومن التحت، وهاد السيده فين غادي نديها انا؟ خليت حاشك ما تقش الشمه. ولا حول ولا قوه الا من هاد الناس اللي داخل، لا حول ولا قوه الا بالله. ما دوا معكم لا طبيب لا ولا السيكيريتي؟ تاع السيكيريتي سيري جيب الدواء، سيري جيب الدواء. شنو 4000 تاع الدواء؟ تاع القولا السيروم تقول لها ابره وابره في الدواء في السيروم. ودوك انا فين غادي ندي هاد السيده؟ لا ديتها ومات ليا في الدار، اش غادي ندير ليها؟ ها هي اختي انا غنشفق عليها وما شفقوا على شغنقول لك؟ ما بقيت عرفت انا ما نقول. لا حول ولا قوه الا من هاد الناس اللي داخل، راه على السبيطار على الجناجه وعلى الله يجيب. ما عندي ما غنقول لكم اخويا انا هاد السيده هي الداخل كي غادي ندير لها انا؟ ولا طلع لها غدا الميكروب وقطعوا لها رجلها، اش غادي ندير؟ ما كاين لا طبيب ما كاينش، كنتو مع السيكيريتي، السيكيريتي هو طبيب؟ وهاد اللي بريد تقول ما عرفتوش شكون خرج من واش الطبيب ولا السيكيريتي؟ عاد تقوم عليك يا مولانا، ورا رجل داخل ما تقدش تشوف اخويا، والله ما تقدش تشوفها بالخنز.